ليش ارتبكت؟ ليش؟ لا مش ارتبكت، بدي اجهز حالي الان. انا بدي اجهز حالي. شو جاهز حالك؟ بدك تستدعي حدا تعال يا شيخ يلا، استنى شوي استنى شوي. راح اقرا له يا جماعه قصيده صوت صفير البلبل كامله. تمام. يلا يلا. صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل، الماء والزهر مع زهر لحظ المقلي، وانت يا سيد لي وسيدي ومولى لي، فكم تيمني غزيل عقيق لي، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل، فقال لا 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 لا، وقد غدا مهرولي، والخوذ مال الطرب من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي ولي يا ويل لي، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي، قالت له حين كذا انهض وجد بالنقل، وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بأنفي أزكى من القرنفل في وسط بستان حلي، بالزهر والسرور لي، والعود دندن دنلي، والطبل طب طب طبلي طب 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 لي، والسقف سقسق سقسق لي، والرقص قد طاب إلي، شوى شوى وشاهش على ورق سفرجلي، وغرد القمر يصيح ملل في مللي، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي، والناس ترجم جملي في السوق بالقللي، والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي، لكن مشيت هاربا من خشية العقنقلي إلى لقاء ملك معظم مبجلي، يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدملي، أجر فيها ماشيا مبغددا للذيلي، أنا الأدب الألمعي من حي أرض الموصلي، نظمت قطعة زخرفت يعجز عنها أبو الحروف، أقول في مطلعها صوت صفير البلبل. أتحداك يا أبو الحروف تقول لي عدد القصيدة دي كم حرف؟ 692 حرف. أزيدك من الشعر بيت، لما تيجي تحسب كلمة اللؤلؤ، الهمز اللي على الواو حرف والواو حرف، يعني واو وهمزة حرفين، إذا بدك تعدهن وتحسب وراي على المظبوط، عشان ما تقول أبو الحروف خربطت بحرف ولا حرفين. أوكي، الهمزة إذا جاءت منفردة تحسبها حرف، إذا جاءت على الكرسي تحسبها حرف هي والكرسي. صحة وعافية، صحة وعافية. 692 يا أخوي، أتحداك وأتحدى 100 واحد كمان.